غازي بترك لك تعليق على هاللقطات، ايش رايك؟ شنو شعورك؟ هذه اللقطة أكثر واحد يعبر لك عليها مشهد تكرر. سألناها السؤال، أبي رأيك أنت. رأيي أنا يعني بندر، يعني هذه اللقطة دائما يقول لك الصورة هي الأبلغ من الكلام. أبلغ من الكلام. لقطة اليوم تقدر تختار أو لقطة العام في الكويت، هذه هي اللقطة. في نهاية العام بعد، يعني حلاوتها أنه في آخر السنة. أبو سعود احنا فزنا في اللقب، في أفضل لاعب، في الهداف، في أفضل حارس. هل إنجاز هذا كنت كان متوقع يعني قبل البطولة؟ والله شوف، احنا دائما منتخب الكويت اي بطوله يدش دائما تتوقع منه انه يحرز الالقاب، لكن صراحه الامانه يعني الجمهور ما كان متوقع كثرتها، يعني جميع الالقاب احرزها، حتى اللعب النظيف. يعني انا شفت الاحصائيات كنت اتوقع ان منتخبنا احصائياته يعني اقل، لكن ممكن الاخوان حسموها قبل المباراه النهائيه. انا كنت اتمنى ان كل الالقاب تروح للمنتخب الكويتي، لكن المنتخب السعودي من اخذ الوصافه واخذ اللعب النظيف يستحق. الأمانة كان منتخب جدا خلوق، لاعبينه جدا خلوقين، حتى في افتعال المشاكل ما شفنا الأمر، شفنا لاعبين المنتخب السعودي صراحة جدا رائعين. أنا أتمنى يعني أن الخسارة هذه يعني المنتخب السعودي ما تأثر عليهم في نهاية كأس آسيا. منتخبنا ناصر يعني شو أقول لك، الأمانة يعني ظهر في صورة مغايرة جدا جدا عن الفترة اللي طافت. يعني الروح القتالية من جميع اللاعبين ساهمت كثيرا يعني في بروز المنتخب في هذا الشكل الرائع. اخوي عبد الله، انت شفت الفرق المشاركة اغلبها بالصف الثاني، وصعوبة المباراة في سهولتها، المنتخب الكويتي كان يعني بارز عن الفرق الثانية، شو اللي يميزه عن المنتخبات المشاركة؟ والله شوف، من بداية المباريات ان يعني منتخبنا كان يعني متميز بالروح، يعني كان هي لحظة الفوز، نشوة الفوز في أول مباراة، يعني من المنتخب تغلب على المنتخب القطري صراحة دش. طبعا أخوي عبد الله، أنت قاعد تحكي، نشوف الشيخ طاش قاعد يحيي الجماهير، وردت الجماهير الكبيرة ردت تحية للشيخ طلال، أكيد يمكن أبلغ رد لرضا الجمهور على الاتحاد وجوهره. هذه ذكرني بالعام 90 رحمة الله عليه الشهيد فهد الأحمد، وهي البطولة باسم الشهيد، يعني هذه اللي زاد حلاوتها باسم الشهيد، سبحان الله. يعني رفعت العقال هذه طبعا من أيام الشهيد. أكيد هذا تعيدنا للوراء يمكن العام 90، فقاعد أقول لك المنتخب يعني هي اللحظة هي الأهم الآن، كيف نحافظ يعني نحافظ على هالعناصر هذه. يعني نتمنى الحين يعني ما بقى يمكن على 7 يناير شهر هذه تقريبا، نحافظ على هالتشكيلة هذه الموجودة. يعني في تكتيك معين عند المدرب هذا ما يمنع يعني، وطبعا هم مستقبلا يعني نتمنى ان جوران يعني على قولتهم ما حد يخافها من دول الخليج، سواء قطر ولا الامارات ولا السعودية، يعني البقاء على جوران لغاية 2014 شيء إيجابي للكرة الكويتية. الكل يطالب قرام بهلال، كل خايف إنه يسعون الدول الخليج. طبعاً شوف عادل. يعني دائماً الكويت وطالع تاريخ الكويت الرياضي وحافل، أغلبية المدربين ينجحون في الكويت من زاجالو إلى كارلوس إلى ميلان ماتشالا، فيليب لويس، جميع مدرب. لكن أنا بوجهة نظري متواضعة أتوقع قرام في الوضع اللي عايش فيه، طبعاً هو من حقه كشخص محترف ممكن يذهب الى شيء افضل، لكن انا عشت معاهم في عمان في مباراه عمان. هذا المدرب يعشق العاملين معه، ويوجد له الراحه النفسيه بالتعامل مع القيادات الرياضيه اللي موجوده في الاتحاد، ايضا مع اداره الفريق، ايضا مع اللاعبين. وانتم لاحظتوا يمكن اغلبيه اللقطات في المباراه شلون حبه للاعبين وشلون تعامله، حتى علاقه. فانا على ثقه كبيره ان السيد قران راح يبقى في الكويت، وان ايضا رئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد والمسؤول عن الرياضه في الكويت ما راح يبقون عليه في اي يريده. وانا اتمنى شخصيا ان قوران والجهاز الفني والاداري، طبعا العزيز حماده ما ننسى اخونا الرجل يعني اللي عمل بصمت، وايضا الجهاز الاداري والطبي، انهم يكونون متواجدين مع المنتخب لتصفيات كاس العالم 2014. لا، مجموعه اللاعبين باذن الله تعالى راح نحقق نتائج تفرح أهل الكويت مثل ما فرحتهم اليوم في سان جامر. والله إن شاء الله. غازي، إحنا في كأس الخليج شفنا العروض يوميا، عرض بدر المطوع، عرض فهد العنيزي، عرض العز المشعان، وين العروضات؟ كلها تبخرت.
تكتيك قديم، حرب نفسيه تكتيك قديم وتكتيك كويتي يعني. لكن اعتقد ان العقد او العرض الوحيد هو عرض فهد العنزي. فهد من قبل البطوله تاتيه عروض، اعتقد ان اسامه حسين اتبع تكتيك جيد بمنع اللاعب عن التصريحات، بمنع من عمل اي مقابلات صحفيه، خوفا من فهد لا يجيد، ما زال غض، لا يجيد التعامل مع وسائل الاعلام. الصحفيين كانوا يستجرجونه ويضعون منشيتات مثيره لم يقلها اللاعب. بس كان عبد الحميد الشطي هو السر عن اللاعبين، 37 مقابله تلفزيونيه خلال دوره الخليج. عبد الحميد الشطي واقع الخبره، واعتقد بال 37 مقابله تلفزيونيه ذكر 35 انه لعب مع بيلي. صحيح. في مواجهه سانتوس. اعتقد ان ابو ظاهري ادى دور كبير الصراحه، ما يمتلكه من خبره، ابعد اللاعبين، عمل تكتيكات في المؤتمرات الصحفيه، اربك مدربين اخرين، اعطى معلومات مضلله، ساعدت الجهاز الفني على بناء فكره تكتيكيه مغايره. قاضي شوف غبضه الشهيد. يعني وكان التاريخ قاعد والله سبحان الله. تذكر بعد 20 سنه بالضبط. عادت بالضبط يعني سبحان الله في سنه 90 وايضا في 96، وانا اتذكر اللقطه يعني يمكن اخواني موجودين والحاضرين المشاهدين، اللقطه هذه فعلا كانت في استاد صدق وسلام، انا عشتها يعني حقيقه صعب انك توصف. وفعلا اللقطه هذه كان سعاده الشيخ احمد الفهد الله يذكره بالخير نائب رئيس مجلس الوزراء ايضا نفس قبضه الشهيد رحمه الله عليك يا شيخنا وشهيدنا فهد الاحمد، ابو الرياضه الكويتيه وقائد الرياضه الاسويه عن جداره. فهذه اللقطه معبره، وان شاء الله نشوف هالقبضه، قبضه الشهيد فهد الاحمد وقبضه الكويتيين كلهم باسم الشهيد متواجده في اسيا، وان شاء الله لعلى الكويت واهلها والكويتيين جميعا ان شاء الله. كان قاعد اطلع اهداف كاس الخليج، وهذا الهدف الاخير مع قبضه الشهيد طبعا رافعها الشيخ طلال فهد، الله يديمها الابتسامه ان شاء الله والفرحه على الجمهور. صراحه جهود يعني فعلا جبار اللي قام فيها الشيخ طلال واخوان على مجلس الاداره وجميع الموجودين، وايضا انتم اخواننا الاعلاميين اللي كان لكم دور كبير حقيقه بدون مجامله، دعم الازرق ودعم الوفد الكويتي هذه مو غريبه عليكم، كلكم عملتوا ومشكور على اللي قمتوا فيه. جميع شخص وقف ودعم هالمنتخب له التحيه والاحترام ولها رفعه العقاب. اعتقد بومندر كان يتذكر، بس عفوا المداخله، موقف اللاعبين لما دخلوا ملعب التدريب الاول احنا كنا جالسين قبلهم، يعني التحيه اللي حظينا فيها ما اعتقد انها كانت كبيره، انتم داعم لهم، كسرنا حاجز رهبه، هم كانوا داخلين الاجواء لا يعرفون ماذا في البطوله. والكل يسال جايبكم هني يعتقدون انتم اغلامكم سلاح اصلا لهم الكل، يعني كان بالبدايه صح، لانه قبل احد يسافر اليمن كان يسمع عكس اللي شافه على ارض الواقع. صح، بالعكس كل احترام وتقدير وكل الشكر للاخوه في اليمن الأمان. على الامن والامان وعلى الكرم الضيافه وحسن الاستقبال، والله ما شعرنا احنا في اليمن كانك بالكويت، الكل يطلع ويتحرك بكل اريحيه. العوده للفنادق كانت في الساعه الخامسه الفجر، الا باستثناء بندر ينام الساعه 12 كان. ما شاء الله بندر، انا ما اقدر اقول شيء، اني عصرته من خيره انا مو مجامل، من خيره الاعلاميين اللي عملت معاهم، لكن يمكن متواجدين انتم شخصيا صراحة البطولة فعلا حضور جماهيري اسعد كل خليجي، وعطى دافع كبير رغم خروج المبكر المنتخب اليمني من دور الاول، لكن حضور جماهيري واول مرة في بطولات الخليج للامانة تشوف جميع الاعلام في المباريات فيشكرون الاخوان اليمنيين. لكن ابو هملان اضافة افتقاد اليمن للخبث التنظيمي اضفى نكهة على البطولة، جميع المشاكل التي كان يعملها المنتخبات المنظمة مع الخصوم لم تحدث هذه البطولة، الكل يتذكر حادثة تصغير الملعب في المباراة النهائية لخليجي 18، التدريب للمنتخب البحريني قبل مواجهته الأخيرة مع عمان، اليمن أعطى الضوء الأخضر للجميع، احتفى بالجميع، رحب بالجميع وساند الجميع. للأمانة اليمن أعتقد أن تستحق تنظيم بطولة في السنوات المقبلة في صنعاء حتى تكون زخم أكثر للفريق ودعم أكثر، خبرة أكثر طبعا أكيد خبرة. أكيد الآن هم استفادوا من خبرة كبيرة للأمانة، يعني لم نشاهد في المشاكل في المركز الإعلامي، الأمور بشكل عام الأمور كانت تسير على أفضل من أحسن ما يرام. يمكن عبد العزيز بس أخطاء الحكام كانت واضحة في خليج 20، هي حتى أخطاء الحكام كانت في المباريات يعني الأولى أعتقد في أول مباراة تمهيدية، يعني حتى مو الأدوار التمهيدية كلها، يعني المباريات اللي كانت حاسمة ما كان فيها أخطاء يعني فادحة من الحكام. المباريات الأولى إحنا للأمانة نقول الحق، مباراة الكويت وقطر كان فيها يعني هدف صحيح المنتخب القطري، ركلة جزاء المنتخب الكويتي أمام السعودية. في مباراة الكويت واليمن ما كان فيها أخطاء، مباراة السعودية وقطر ما أعتقد كان فيها أخطاء يعني كبيرة. عفوا بس إضافة، أن حتى جمال غندور صرح بأن قطر خرجت
بقدم حامد شامي ولم تخرج بالهدف الملغى لسباستيان سوريا. صحيح خطأ يعني في أخطاء، لكن في الأدواء يعني الدور قبل النهائي والدور النهائي صراحة الأمانة أنا ما شفت أخطاء يعني فادحة من الحكام، شفت في تحامل على حكم المباراة النهائية. أنا من وجهة نظري من الأخوة بعض المحللين السعوديين، يعني أنا من وجهة نظري الشخصية أن الحكم كان جدا رائع في إدارته، مو عشان فاز المنتخب الكويتي لكن الحكم كان فعلا أجاد المباراة. يعني ما هو كان الاعتراف لأنه هو نفس الحكم اللي أدار مباراة الكويت وقطر، وين المشكلة ما حصل يعني على الدرجة كبيرة يعني، فكيف تعطون مباراة؟ أعتقد وندر في خليج 19 كانت ضربة جزاء واضحة للسعودية في المباراة النهائية ولم تثر هذا الشكوك. الحكم الهولندي كان مسافر في المطار وكان المباراة بيدير الحكم القطري خميس المرن، رجعوا الحكم الهولندي حسب اعتراض المنتخب السعودي من المطار وأدار المباراة النهائية وأخطأ في حق المنتخب السعودي. هذا أخطاء واردة من الحكم. أعتقد السعودية كسبت جيل، كسبت فريق ممتاز. الخسارة في المباراة النهائية لا يعني أن المنتخب السعودي لديه عناصر قوية، لديه عناصر مؤثرة. أعتقد أن بوسيرو دخل فترة نقاهة في هذه البطولة ستبعد عن الضغوط، هو دخل غير مرشح، وصل المباراة النهائية. الخسارة أمام الكويت في كأس الخليج ليس بجديد. منتخب ثاني ليس بجديد. أي منتخب يخسر أمام الكويت في نهائي في كأس الخليج ليس بجديد. تتحدث عن منتخب يملك 9 بطولات واحنا ترى قللنا الفارق، هم قالبينا 16 احنا قالبينهم 15، تعادل 6 يعني. لكن في بطولات الخليج تغلبوا علينا يمكن 3 مواجهات مقابل 7 وتعادلات، يعني الحظوظ الكويتيه اعلى على جميع المنتخبات والكعب اعلى في المواجهات الخليجيه. اخوي عبد الله بالنسبه لاعداد المنتخب اللي كاساس، احنا تعودنا على مصر يعني ما ادري هي فال خير علينا ولا ما ادري. والله اسامه حسين يتفاعل فيها يعني بس انا ارجع الحين بالنسبه للخبره، يعني الخبره احنا لما نذكر يعني تالق مثلا قوران المدرب في خبره، حتى احنا يعني يمكن مباراه النهائيه شاهدنا يعني خبره احمد الفهد في المجال هذا، يعني الكل يعني كل الجماهير فهمت الحركه يعني لما دخول منتخب الكويت حامل العلم اليمني، يعني فعلا كسبنا يعني تعاطفهم. ويمكن انا سالت اخوي غازي يعني يمكن قبل حتى المباراه هذه، بالعكس في كانت رابطه كبيره حق من الجماهير اليمنيه ويشجعون المنتخب واللاعبين حتى بعض النواب وحتى يشجعونكم كاعلاميين، يعني علاقتكم معاهم زين. كان يعلم ابو بندر ينادونا في المركز الاعلامي اويا الازرق. اي فما شاء الله يعني قاعد اقول لك كسبنا تعاطفهم، يعني هذه شغله يعني تحسب للشيخ احمد الفهد. بالنسبه حق الاعداد يعني اتمنى يعني يمكن الوقت يعني اكيد الجهاز الفني والاداري واضعين خطه يعني حق الشغله هذه. اتمنى يعني نلتقي يعني منتخبات يعني قويه شويه، يعني احنا اكيد راح نواجه ورا مع كوريا الجنوبيه. اي نعم اعتقد كوريا مرتين وفريق افريقي يمكن. بس معانا مداخله من لاعب كبير ابو هملان، نقول الو. الو 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 تفضل من معي. لعبنا كبير محمد كرم. الو وياك ابو هملان وياك سعد الهملان. هلا ابو هملان. هلا والله. هلا بلاعبنا الكبير والقدير محمد كرم. الله يخليك الله يسلمك. احد نجوم العصر الذهبي وصاحب الخلق الكبير والمستوى الكبير اللي فعلا قدم من شيء كبير لمنتخباتنا الوطنيه. مشكور يا ابو هملان. ابو علي مساك الله بالخير. مساك الله بالخير وكرامه. ناصر الفضل اخوك معك. هلا ابو وندر. هلا شلون ابو علي؟ طيب نقول لك الف مبروك. الله يبارك فيكم ومبروك لكم. طبعا نهني انفسنا ونهني الشعب الكويتي بشكل عام والجمهور الرياضي بشكل خاص. اي والله. وانا عندي عند واحد بعد بالمستشفى شخص عزيز علينا بالمستشفى، ما يشوف شر ما يحس علي البلام. ف يعني ضايق خلقه على ريله بس مستانس من الاستقبال ومن الفوز هذا. فالصراحه امانه الكويت كلها مبسوطه ومستانسه ومحتاجين للفوز هذا في هالوقت هذا. اخوي محمد كرم مبروك فوز منتخب الكويت وبارك لنا حق اخوي خلي بلال يقول ما تشوف شر حق ابو انور. لا مو ايوه لا مو ابو انور. منو؟ ولد عمه علي عبد الامير صفان. من نعم و60 نعم قول له ما تشوف شر ومبروك عليك ان شاء الله تطلع بالسلامه ان شاء الله يا رب. الله يسلمك. احنا لا لا انا ليش انت دقيت وانا بالمستشفى اشوف حاط على الاستقبال وهذا، فقلت له شلون انت تعبان وريلك وهذا، قال لا والله ونسونا المنتخب وبالعكس أمانة يعني هذا ندل على شيء يدل ان الشعب الكويتي كله مبسوط على هذا الانجاز. صحيح الصراحه وكنا محتاجين هالانجاز يعني جاي بالوقت المناسب. ابو علي انت لعبت دورات خليج؟ اي نعم. كم دور لعب؟ واحده تقريبا بس يعني كنت دائما مع اكون وياهم بس في ظروف